السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية طلاب الصف الرابع. اليوم درسنا في مادة العلوم سيكون عن القوة، تجده في كتابك صفحة 42. القوة هي تحريك الأجسام الساكنة أو إيقاف الأجسام المتحركة أو تغيير اتجاهها. من أنواع القوة الدفع والسحب. قوة السحب أن أحرك الأجسام باتجاهي أو أقربها مني. قوة الدفع أن أحرك الأجسام بعيدا عني. حدد إذا كانت القوة التالية دفع أم سحب. 1- الكتابة بالقلم، قد أقرب القلم مني تارة وتعد قوة سحب، وقد أبعده عني تارة أخرى وتعد قوة دفع. وألاحظ أنني طالما أقوم بالكتابة بالقلم فأنا أغير اتجاهه في كل مرة. 2- أخذ كتابة من أعلى الرف، طالما أقوم بتقريب الكتابة مني إذن هي قوة سحب. 3- رمي الكرة، طالما أقوم بإبعادها عني إذن هي قوة دفع. 4- إخراج صحن من خزانة الصحون، طالما أقوم بتقريبه مني إذن هي قوة سحب. 5- وضع الملابس على الأرفف، طالما أقوم بإبعاد الملابس عني وترتيبها على الأرفف إذن هذه قوة دفع. 6- صد الكرة، طبعا هي قوة دفع لأنني أقوم بإبعاد الكرة عني. الواجب حل كتاب التمارين صفحة 37.